حاجه. تاني حاجه ما بتحتاجش منك نقل ملفات ولا فك ضغط لانها عباره عن ملف اي بي كي بس بتثبته وشكرا على كده تقدر تستمتع باللعبه. تالت حاجه بتقدمها لك وهي واجهه بسيطه جدا وواجهه مختلفه عن كل الالعاب اللي ممكن تتخيلها من العاب كره القدم، وكمان واجهه مناسبه لعام 2021. كمان الحاجه اللي عجبتني قوي لما بتيجي تخش جوه المهمات